اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم اسرتي. زي ما عودناكم برنامج اسرتي بنقدم كل ما يهم الاسره المصريه، والنهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا في مجال طب جراحه العيون. يمكن المره اللي فاتت والحلقه السابقه اتكلمنا عن الميه البيضاء، النهارده هنتكلم عن الميه الزرقاء. ويمكن الميه الزرقاء برضو من المشاكل الكتير جدا اللي بتواجه كتير جدا من المرضى وخاصه كبار السن، وهو ارتفاع في ضغط العين. تعالوا مع بعض نعرف اكتر عن الميه الزرقاء وعن احدث طرق العلاج، سواء كان بالتدخل الجراحي او بالاطراط. معايا النهارده ضيفي اللي مشرفني دايما في قناه صحتي، الاستاذ الدكتور طارق البلتاجي، استاذ طب وجراحه العيون بمعهد بحوث امراض العيون. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيكي، شرف مساء الخير على حضرتك، وشرف لينا طبعا وجود حضرتك معانا النهارده. والنهارده يا دكتور موضوعنا عن الميه الزرقاء. تمام. يعني الميه الزرقاء برضو من المشاكل الشائعه جدا عندنا خاصه ما بين كبار السن. اتكلمنا عن الميه البيضاء وعرفناها، ولكن في ناس بتخلط ما بين المفهومين او ما بين المصطلحين الميه الزرقاء والميه البيضاء، فعايزين نوضح النهارده للساده المشاهدين يعني ايه الميه الزرقاء. لا، الميه الزرقاء حاجه مهمه جدا، لان هي دي اللي بيتقال عليها حرامي الابصار. بمعنى حرامي الابصار، لان هي ممكن تاثر على الابصار سلبا وما نقدرش نعمل حاجه. الميه الزرقاء عباره عن ارتفاع في ضغط العين بيأثر على العصب البصري سلبا، وان طول ما في ارتفاع في ضغط العين وطول ما العصب البصري بيتاثر، ولو التاثير ده فضل يزيد بنوصل لمرحله معينه ان العصب البصري بيوصل لمرحله انه ما بيقدرش يستقبل الضوء. ودي الحاجه الوحيده تقريبا في امراض العيون او في المشاكل بتاعه العيون اللي للاسف ملهاش حل. يعني فبالتالي العصب البصري بيتاثر نتيجه ارتفاع الضغط. بالظبط كده. فارتفاع الضغط ده من الحاجات المهمه قوي، واللي دايما بنحذر منها العيانين. واحنا دايما بنقول للعيانين لو هو بياخد علاج دوائي او قطرات للميه الزرقاء بنقول له لازم تنتظم عليه ولازم تمشي عليه، لان هو في عيانين يجي يقول لك انا قعدت اسبوع واسبوعين والحمد لله ارتحت وبطلت. لا، الميه الزرقاء يعني علاج المدى الحياه، كونتينيوس مستمر مدى الحياه. البدائل للعلاج ان احنا بنفكر في العمليات. العمليات دي بنعملها لما بنلاقي ان العلاج ما بيوصلناش للضغط الكافي اللي يخلينا نبقى امنين على العصب البصري بتاعه. فنبتدي نفكر في عمليات، او نحس ان العيان اللي قدامنا ده ما بياخدش علاج بانتظام، او مش هيبقى منتظم، او ان هو هيسيب نفسه ان العصب البصري يوصل لمرحله متاخره. فبالتالي بنفكر ان احنا نساعده ان احنا نعمل عمليات الميه الزرقاء علشان يمشي كويس. تمام. طيب، هل ارتفاع ضغط العين مرتبط بارتفاع ضغط الدم؟ يعني الناس اللي عندها ضغط عالي، سكر عالي، هل دول اكثر عرضه للميه الزرقاء ولا ليها اسباب اخرى؟ مش بالضروره، بس الناس اللي عندها سكر وارد ان يحصل عندهم ارتفاع في ضغط العين، الناس اللي عندهم قص نظر شديد وارد ان عندهم يحصل عندهم ارتفاع في ضغط العين. يعني ما فيش ارتباط ما بين ضغط الدم وضغط العين. يعني ارتباط بس يعني بعيد. ضغط الدم بالذات ارتباط بس بعيد، بس هو ضغط العين قائم بذاته. وضغط العين بيبقى فيه مستوى معين دايما بنبقى عايزين نوصل له، سواء بالقطرات او بالجراحه، بحيث ان احنا نبقى امنين على العصب البصري. لان العصب البصري ده من اكتر الحاجات اللي في العين، لو تاثر ما بنقدرش نساعده، يعني irreversible، يعني ما نقدرش نرجعه تاني. انما اي حاجه في العين الحمد لله يعني بتوفيق من عند ربنا ان احنا بنقدر نساعد المريض. الحاجه الوحيده اللي بتخلي طبيب العيون ما يقدرش يساعد المريض لو حصل مشكله في العصب البصري. تمام. طيب، احنا ازاي نقدر نقيس ضغط العين بتاعنا، او ايه المعدل الطبيعي لضغط العين؟ المفروض ضغط العين بتاعنا يكون قد ايه؟ ولو زاد عن كده يبقى في مشكله او انذار لوجود مشكله. هو ضغط العين الطبيب هو اللي يقدر يعرفه. ضغط العين العادي بيبقى مثلا من 12 ل 19 20، اكتر من كده بنبتدي نقلق، وبعدين نبتدي نراقب اذا كان الضغط ده العالي ده ممكن ياثر على العصب البصري ولا لا. هو بيبقى مسمع في المخ، يعني ممكن يعمل صداع. بس هو مش اي حد عنده ضغط عين مرتفع بيجي يقول لك عنده صداع. يعني احيانا كتير وبنشوفها عادي ان عيان جاي يعمل نظاره او جاي يكشف عادي عنده اي حاجه، ونقيس ضغط العين بنلاقيه عالي. فساعتها بقى نبتدي بقى علاج الميه الزرقاء. فعلشان كده الكشف الدوري مهم بالنسبه للعيون، علشان بنكتشف فيه حاجات العيان ما كانش واخد باله منها. يعني ممكن العيان ما هوش حاسس ان ضغط العين عنده عالي، ويوصل لمرحله ان العصب البصري يوصل مرحله متاخره، نيجي ساعتها ما نقدرش نساعده قوي. تمام، احنا هنروح لفاصل قصير ونرجع نكمل.
ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، ولسه مكملين حلقتنا النهاردة عن المية الزرقاء، ومعايا ضيفي اللي مشرفني دايما في قناة صحتي الأستاذ الدكتور طارق البلتاجي، أستاذ طب وجراحة العيون بمعهد بحوث أمراض العيون. أهلا وسهلا أهلا بك يا بيك يا دكتور. مرة فندم، الله يخليك. دكتور، قبل الفاصل طبعا اتكلمنا عن المية الزرقاء، وقلنا إن الناس اللي عندها سكر، الناس اللي عندها ضغط، وإن كان من بعيد يعني، قد يكون سبب في وجود المية الزرقاء. ولكن عايزين نتكلم أكتر عن العلاجات بتاعة المية الزرقاء. هل المية الزرقاء علاجها الوحيد هو الحل الجراحي، ولا في علاجات أخرى ممكن لا، هو نستخدمها؟ بالأكيد في علاجات أخرى، ودلوقتي كل ما الدنيا بتتطور بيبقى في طرق مختلفة لتقليل ضغط العين بقطرات مختلفة. بمعنى إن في قطرات مثلا ممكن تشتغل على إن احنا نقلل من إفراز السائل اللي بيبقى جوه العين، في قطرات ممكن تشتغل على إن احنا نقدر نخرج السائل اللي جوه العين إزاي. يعني في طرق مختلفة دلوقتي، وقطرات بقت تشتغل بأساليب مختلفة، بحيث إن احنا مريض المية الزرقاء نقدر نساعده دوائيا إن ضغط العين بتاعه يقل لمرحلة آمنة على العصب العصب البصري. البصري. تمام. طيب القطرات دي هل بيستخدمها بشكل مستمر، ولا ممكن ياخد كورس علاجي فقط فترة وبعد كده يتوقف يجيب معاه نتيجة؟ يعني هل لازم يستمر عليها قطرات ولا المية الزرقاء دي قطرات بتبقى مدى الحياة، مدى لأنه الحياة ما دام هي عنده بتريحه؟ وبتريحه، احنا بنبقى مطمنين على العصب البصري، واحنا بنحب دايما مثلا العيان بتاع المية الزرقاء كل 6 أشهر أو كل 6 أشهر أو كل سنة نطمن على العصب البصري بأشعاعات معينة، بحيث ان نبقى مطمنين ان العلاج بيجيب نتيجة. بيجيب نتيجة، وان ضغط العين ده بتاعه اللي وصلنا له ما بيأثرش على العصب البصري عنده سلبا. فبالتالي احنا بنبقى عايزين نبقى مطمنين ان احنا وصلنا لضغط عين معين. الضغط مظبوط، العين ده ما بيخلي ان العصب البصري بتاع ما العيان يتأثرش. آمن، مش متأثر بأي مشاكل لضغط العين. تمام. بس اكيد في حالات حضرتك بتقول لا، احنا لازم نتوقف هنا ونلجأ للحل الجراحي. يعني مظبوط في بعض الحالات اللي هي الضغط برضو بيزال مستمر برضو مظبوط مع القطرات مش جايبة نتيجة، فبالتالي هنخش في الحل الجراحي. الحل الجراحي هنا شكله ايه، وهل الليزر دور فيه ولا لا؟ الليزر ليه طبعا ليه دور كتير. يعني الليزر ليه، اولا في نوعين من انواع المية الزرقاء، في مفتوحة الزاوية في مقفولة الزاوية. الليزر ليه دور في مقفولة الزاوية وليه دور تاني في في مفتوحة المفتوح الزاوية، بس الزاوية. بطريقتين مختلفتين، يعني واحد ياج والتاني ارجم في على زاوية العين. يعني قصدي الليزر ليه دور، احيانا ممكن نبتدي بيه، احيانا احنا هنا ممكن بنفتح يكون فتحة زي مساعد. المايه البيضاء، ولا الشكل الجراحي بيبقى مختلف؟ الشكل الجراحي ان احنا عايزين نفتح فتحة ما بين جوه العين وخارج العين او تحت الملتحمه، بحيث ان السوائل اللي جوه العين تخرج وما تضغطش بيمتصها. جوه، تفضل تتراكم جوه العين وتضغط على العصب البصري. هي دي فكره العمليه. تمام. في عمليات كتيره طبعا للميه الزرقاء، هل وبتتطور بتتطور مع الوقت؟ بتتطور مع الوقت، وبقينا دلوقتي بقينا بيبقى في صمامات ممكن تتزرع ما بين الخزانه الاماميه وما بين خارج العين، بقى في حاجات كتيره قوي. لان عمليه الميه الزرقاء زي ما بقول هل لحضرتك كان زمان كانت مختلفة عن دلوقتي؟ كان طبعا نسبة الفشل بتاعتها أعلى؟ نسبة الفشل أعلى، وللأسف في يعني في ناس معينين نسبة الفشل في عمليات المية الزرقاء عندهم أعلى. يعني الناس السمر شوية نسبة الفشل عمليات المية الزرقاء، الأطفال، يعني في ناس معينين من الأول كده بنبقى عارفين إن إن النسبة هنا الناس دي أعلى. نسبة أعلى. في طبعا أدوات أو محاليل نقدر نستعملها في وسط العملية علشان تحسن من أداء أو تحسن من نتيجة العملية. إن احنا زي ما بقول لحضرتك ان فكره العمليه هي عباره عن فتحه ما بين جوه العين وبره العين. المشكله ان بيحصل ايه، ان الفتحه دي تتقفل، فبقى في حاجات بنحطها علشان تضمن ان الفتحه دي تفضل مفتوحه بشكل معين. تمام. وفي طبعا يعني التقنيات جدت تقنيات كتير، عالية ودلوقتي دكتور. زي ما بقول لحضرتك دلوقتي بقى في انواع من انواع الصمامات بقينا نحطها لما بنوصل لمرحله معينه ان العمليات التقليديه ما بتنفعش، بقينا نوصل لصمامات، وانواع الصمامات كمان كترت قوي، بحيث ان نساعد المريض ان احنا يتخطى المشكلة نحافظ دي. على ضغط العين بتاعه ما يوصلش العصب البصري. لمرحله
ان تاثر العصب البصري. تمام دكتور، بعد العمليه هل في نصايح حضرتك بتحب توجهها للمريض ان هو يعملها علشان يقدر يتعافى بشكل سريع ولا لا؟ اهم حاجه احنا دايما بيبقى قلقانين من الالتهابات اللي بعد العمليه، فاحنا بنديله علاجات معينه. وبعدين المريض ده زي ما بقول لحضرتك في فتحه ما بين جوه العين وخارج العين، فدي زي ما هي بتبقى عايزين نخرج السوائل بتاع، ممكن يدخل منها انفكشن او يدخل منها ميكروبات، فلازم يمشي بقطرات معينه لمدد معينه، واي حمار بسيط في العين يرجع للدكتور على طول، علشان يعني دول بالذات بيبقوا عرضه للالتهاب اكتر من الناس الطبيعيه. تمام، انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور. شكرا خاص طبعا للاستاذ الدكتور طارق البلتاجي، استاذ طب وجراحه العيون بمعهد بحوث امراض العيون. شكرا ليك يا دكتور. شكرا لحضرتك، ميرسي جدا طبعا على المعلومات القيمة دي. نتمنى الصحة والعافية لكل للجميع إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، وبكده بتكون قصة حلقتنا النهاردة. يا رب تكونوا استمتعتوا.